مظبوط. طيب ده يدفعني يا بونا لسؤال أسرك عن لو فرد أسرة عايش في مصر بيفكر في الهجرة، ايه اللي قدسك تنصحه بيه؟ لان في ناس الحقيقه برضو بتيجي هنا وهي بتظلم نفسها، هل هي بتبقى كواليفايد ان هي تعيش في مجتمع غربي، ولا هي بتبقى مؤهله من ناحيه الدراسه او من ناحيه التعليم او من ناحيه حتى وظائف الشغل المناسبه ليهم هنا، فبيحسوا بتجربه اصعب من اللي عاشوها في مصر، فبيضطروا يرجعوا تاني وبيستنزفوا الكثير من الاموال. ده حقيقي. فقدسك تنصح يعني مين اللي يبقى مناسب للسفر سواء اسره او فرد؟ شوف، أنا عايز أقول حاجة. في سفر الأمثال في آية لذيذة قوي بتقول إيه؟ نهاية أمر خير من بدايته، لأن دايماً البداية صعبة. فروحياً لازم نبقى عارفين إن بداية أي حاجة فيها صعوبات. إلى أي مدى أنا قادر أتحمل الصعوبات؟ دي حاجة. الحاجة التانية إني أنا عايز أتكيف مع وضع جديد. الحاجة التالتة إن ما أقعدش أجي هنا وأقول لك أنا كنت في مصر كذا وكذا، أنا إيه اللي جابني البلد دي؟ وبعدين بعد ما يقعد شوية في البلد ويحس إن البلد حلوة وجميلة يقول لك لا أنا مش عايز كيف أرجع مصر، فيرجع مصر يصطدم بواقع كان هو أصلاً مش عايزه، فتكون نتيجة إنه لا طال أمريكا ولا طال مصر وقاعد متأرجح ما بين الاتنين، ودي تبقى مشكلة صعبة جداً. فلو هيجي واحد هنا وعايز هيقعد يعني وهيهاجر وهيقعد permanently جوه امريكا، لازم يفكر اولا ينسى مصر شويه في بدايه حياته، ما يقعدش يتباكى بقى على مصر وعلى ما يقعدش يبكي بقى يقول لك انا كنت وانا عملت وانا سويت. لا، في صعوبات هنا، بس الميزه ان هنا ان الصعوبات اللي هنا حتى لو ثمنها غالي شويه لكن it pays off في الاخر، يعني في النهايه هتحصد ثمن التعب اللي انت عملته، مش هتبقى قصه انك انت بتتعب على الفاضي يعني. فدي نقطة مميزة. لكن طبعا في مشكلتين بيواجهوا الواحد في قوة البداية. اول حاجة مشكلة اللغة، ودي مشكلة صعبة جدا، لانه حتى لو الكنيسة هتساعد أو هتعمل اي حاجة، يعني مرة واحد راح يعمل انترفيو بيقول لي ممكن تبقى معايا 3-way call يا ابونا في التليفون عشان تترجم لي، قلت له يعني حتى لو ده حصل هروح هشتغل مكانك طبعا مش هينفع. والحاجة التانية انت لازم تفهم السوبرفايزر بيقول لك ايه في الشغل، وتفهم الشغل اللي انت عايزه، حتى لو شغلانة بسيطة مش محتاجة حد، لكن still need انه يفهم المدير بتاعه بيقول له ايه. الحاجة التانية انه يعني بيحتاج ان هو يبقى مش لازم يبقى ماستر اللغة 100%، بس على الاقل يبقى فاهم اللي قدامه بيقول له ايه ويعرف يرد، ده ابسط حاجة. عشان كده بشجع قوي قوي بستريس على القصة دي. وكان لسه يعني قناة سي تي في كانت عاملة معايا برضو حلقتين عن موضوع المجر، واستريس ده على الموضوع ده، اعتقد واحدة منهم هتتذاع بكرة 16 والتانية 23. انا اتكلمت في القصة دي دور طويل جدا على حكاية ان اللي حاطط في نيته انه يهاجر، عايز يروح المانيا يتعلم الماني، عايز يروح انجلترا او امريكا لازم ياخد كورسات انجليزي قبل ما يجي، خاصة لو جات له اللوتري ونجح فيها ولسه قدامه على ما يجي مثلا بتاع المقابلة سنة على الاقل يا فادي، يعني حاليا في انترفيوز بتتأخر، فقدامك سنة ممكن تروح تاخد اي كورسات انجليزي. اولا مبنى الامبر ويسن المركز الثقافي عند نيافه امبا ارميه عاملين كورسات انجليزي، كنائس كتير عامله كورسات انجليزي، الجامعه الامريكيه عامله، المركز البريطاني عامل، كل دول سنترز موجوده وباسعار زهيده جدا ممكن الناس تاخد فيها كلاسز بالانجلش. لكن المشكله الكبيره لما واحد بيجي هنا لا عارف يتكلم، لا عارف يعمل مكالمة تليفون، لا عارف ينزل يبص حتى على عناوين الشوارع وهو سايق، مش عارف ايفن يفولو الجي بي اس سيستم في العربية وهو سايق عشان يقول له خش في الشارع الفلاني ولا خش في الحتة الفلانية، مش قادر يقرأ حتى اسم الشارع. طبعا ده بيخلي الشخص نفسه في حالة نفسية سيئة، لأن بالذات بيبقى جاي من مصر هو كان عارف كل حتة بيروح كل مكان وبيعرف يتنقل ويتحرك، طبعا جه هنا ستاك مش عارف يروح في حتة، فنفسيته بتتعب، وبعدين بيبتدي يتصل بالناس يا جماعة خدوني ودوني. طبعا الناس محبين جدا وبيحاولوا يساعدوا، بالذات يعني في الكنيسة عندنا بنحاول نساعد بقدر الإمكان، لكن الناس برضو عندها ظروف، اللي بيشتغل اللي مش فاضي اللي عنده حاجات، فما عندناش كابابيليتي ان 24 ساعة
اخصص درايفر هياخد ده هنا وده هنا وده هنا، لازم تعتمد على نفسك. فديفنتلي الانجليزي نمبر 1، اللي معاه انجليزي يا جماعه بيلاقي فرص شغل، لان حاليا يعني في عهد ترامب اللي احنا فيه نسبه البطاله اقل من 4%، ودي ما حصلتش في امريكا من 50 او 60 سنه تقريبا. ففي شغل كتير موجود، لكن اي تايب من الشغل. الحاجه اللي كمان انه اللانجوج دي حاجه، الحاجه المهمه ان اللي جاي يشتغل مش لازم عشان كنت مدير في مصر حضرتك هتشتغل مدير هنا، فلازم تقبل باي حاجه في الاول لغايه لما تشوف الوظيفه. وبعدين هنا بيسالوا دايما على الامريكان اكسبيرينس، لازم يكون عندك خبره في لان امريكا ليها كود معين زي ما انت عارف، بالذات في الحاجات التخصصيه بوينتس بالبوينت. وفي يعني كودز، يعني مثلا المهندس حتى اللي بيشتغل الكود بتاعت مصر غير بتاعت هنا، الدكتور لازم يعمل معادله، الصيدلي لازم يعمل معادله، الاسنان لازم يخش الجامعه ويكمل سنتين فيها بعد ما ينجح كمان في المعادلة. فلازم أبقى فاهم كل القصص دي. فطبعا في الأول بقبل بأي حاجة، لكن ما جيش بقى يعني طبعا واحد يقول لي لا يا ابونا أنا ما أقبلش الشغلانة دي أصلا، يعني بتصعب علي نفسي. هنا المجتمع الأمريكي ما فيهوش حاجة اسمها تصعب عليك نفسك، يعني كل الناس اللي اشتغلوا ونجحوا هنا ابتدوا بدايات بسيطة جدا، وفي منهم أصبحوا علماء دلوقتي، ولكن ابتدوا بداية بسيطة جدا. أعتقد كنت بشوف حلقة للمهندس نجيب ساويرس ربنا يخليه، وكان بيقول إن هو لما كان بيتعلم أعتقد في سويسرا أو ألمانيا حاجة زي كده، وكان بابا بيبعت له مبلغ بسيط جدا، قال اشتغلت شغلانات بسيطة جدا وعملت حاجات كتيرة جدا وغسلت أقباط، وهو مش بيخجل الراجل رغم اسمه كبير ان يقول انا عملت كده. فما هياش قصة كبيرة وما هياش حاجة مهينة للكرامة ان الواحد يقول انه انا جيت واشتغلت. انا شخصيا في بيت حياتي هنا اشتغلت شغلانات يعني بسيطة جدا وحاجات صعبة، لكن مش ده ما بيقللش مني وبيقللش من وضعي، بل بالعكس بيخليني احس بمعاناة الناس دي عشان نقدر نساعدهم عشان نطلعهم من الحاجات دي باسرع وقت. تمام. طيب ده برضو يوضح نقطة مهمة جدا، وهي التحديات اللي بتقابل في المهجر القادمين جدد أو النيو كومرز. احنا اتكلمنا في اللغة، اتكلمنا في مقومات السوق الأمريكي أو أي سوق في المهجر بيبقى محتاج الواحد حتى يعني يكون متمرس أكتر ويبقى بقى أشغال صعبة في الأول حتى عشان يندمج مع السوق دوت. لكن هل في مقومات اخرى او في تحديات اخرى بالتحديد بتقابل القادمين الجدد او نيو كومرز لما بيجوا في الخارج؟ وهنا بتكلم عن نوت كالتشر، الثقافه اللي جاي ليها ناقلها من مصر لدوله مختلفه ثقافيا تماما عن اللي اتربى عليه. بس عايز اقول لك حاجه، هو طبعا في تحديات كتيره، بس هي بتفرق الباك جراوند انت جاي منين من مصر برضه. يعني لو انت جاي من مجتمع مقفول قوي في مصر وبتيجي هنا تلاقي مجتمع مفتوح بطريقه جامده، بيحصل لك نوع من الكالتشر شوك الجامده، وبتدي تحس انك انت اتقفلت من البلد. يعني كذا واحد يجي في الاول يقول لي لا انا مش واخد على الجو ده. اوكي ارجع، بس سمبل از ذات يعني. لكن طبعا بعد شهر بيقعد ويتكيف على الجو يكتشف انه كان فاهم حاجات كتير غلط، لانه جو الحرية هنا موجود، لكن في نفس الوقت امريكا من البلاد اللي فيها كل حاجة. يعني انت عايز المتدين هتلاقيه متدين، وهتلاقيه متدين قوي يمكن اكتر مننا. الالحاد هتلاقي واحد ملحد، الواحد اللي اخلاقه مش كويسة هتلاقي كل حاجة. ودي الميزة هنا. ليه بقى؟ لان بيديك حرية انك تختار انا عايز ابقى ايه. افتكر مرة يعني كنت قبل ما انا هاجر قعدت مع الله ينيح روحه المتنيح القمص انطونيوس امين ابونا اللي كان في مريم مصر الجديدة، فكنت بتكلم معاه في حتة دي، فقال لي هناك المقياس اللي يوري معدنك ايه بالظبط وانت عايز ايه. لكن انت جايز هنا بتعيش كويس علشان فيك كنيسة وليك صورة وليك منظر وليك اسم وليك عيلة والناس عارفة انت مين، فانت مجبر انك تعيش كويس. لكن لو انت بتحب ربنا فعلا من قلبك وعايز تعيش حلو، المحك هيبقى هناك. لما تلاقي تشويس ان محدش عارفك وانك انت في كالتشر الخطية فيها جايز حاجة سهلة وان الامور عادية خالص، لكن انت لسه بتختار
انك تعيش لربنا مخلص زي ما عشته في مصر. فبالعكس هنا بيبان قوي حرية الاختيار، بيبان قوي ان انا فعلا انا عايز اعيش لربنا في ارض غريبة ممكن يكون فيها حاجات غريبة عليا، ولا انا كنت مجبر ان انا اعيش حياة معينة، لما جيت هنا لقيت الجو مفتوح فبعمل اللي انا عايزه. طبعا في تحديات اخلاقية لا شك، في تحديات من جهة قبول الاخر. يعني مثلا انا ممكن الاقي واحد مثلا حاطط حلق في ودانه، في مصر شفت حد حاطط حلق في ودانه طبعا بتبقى بتنفر منه. هنا مش معناها اكشوالي ان هو شخص وحش او ان هو مثلا جاي او ان هو مش في كل الاحوال كده، ممكن يكون حاططها از فاشن، بيعملوها كده از موضه يعني ستايل، فمش معناها ان هو ده شخص وحش. بحيان ممكن ابص للواحد اقول اوه ده لابس حلق، او يعني لابس حلق ده مش موضوع يعني مثير، وممكن لابس حلق ده يكون شخص متدين جدا وانسان كويس. افتكر ان في قصه كان حكاها احد الكهنه انه راح يخدم، يعني كان جاي من مصر زائر وراح يخدم في كنيسه، فلقى واحد شماس شعره طويل جدا عامله ديل الحصان كده وشعره مسترسل ورا ظهره بطول جامد. وبعدين جه الولد يرسم التونية، فأبونا بصوا طبعا جاي من مصر، وأبونا نفسه جات شوكت، بس قال أبونا في نفسه يعني أنا مالي، إذا كان كهن الكنيسة بيلبسه اللي عايش هنا، أنا ضيف مش هحش أقول له حاجة. فرسمت له التونية وخلصت. وبعدين لما رجع أبونا تاني من الأجازة بتاعته، فالكاهن اللي كان من مصر هنا بيقول له، يعني كان بتاع أمريكا بيسأله بيقول له يا أبونا انبسطت وكل حاجة كويسة؟ قال له بس يا أبونا أنا عندي يعني تعليق صغير، جالي شاب كده يلبس من عند أسك ومطول شعره بطريقة طويلة قوي، ده عامل شعره ورا ظهره دي الحصان طويل قوي وجي يلبس، فأنت يعني أنت أسك أوكي للكلام ده؟ طبعا هو بيكلم أبونا بطريقه يعني ان ابونا اتامرك بقى، يعني انه شايف القصه دي كده وشايف الولد من المنظر ده، ف يعني اذا ابونا سمح له كده. فابونا ضحك فقال له انت بتضحك ليه يا ابونا؟ قال له انت ما تعرفش يا ابونا الشخص اللي انت حكمت عليه انه شعره طويل بكده، الشخص ده شخص روحاني جدا، ولد كويس جدا وبيطول شعره بالطريقة دي، لأنه في الآخر بعد ما بيطول بالطريقة دي بيروح يقصه ويقدمه في الحتت اللي فيها معالجات للكانسر بتاعت الأطفال والناس، فبياخدوا شعره بيعملوا باروكة للولاد اللي شعرهم أو الستات شعرهم بيقع نتيجة الكيموثيرابي والحاجات دي. طبعا أنا لو دخلت كنيسة في مصر واحد شماس شعره طويل بهذا المنظر وحاطط شعره دي الحصان لغاية ظهره تحت، أكيد أي كهنة هيشوفه هيقول ده ما يلبسش، ما يصحش إنه يلبس في الكنيسة. لكن أنا طبعا ده وضع مختلف. ففي أوضاع أنا بحس إنها يعني قد تكون مش مقبولة اجتماعيا ليا في مصر، لكن هنا ده وضع عادي جدا إن أنا أشوف حاجة زي كده. ولهذا بحس إن المواضيع دي محتاجة توعية للكلتشر للثقافة، يعني لما بيجي مثلا حد بيسأل بنحاول نفهمه دي حاجات عادية، ما تتشدش لما تشوف حاجات كده أو في حاجات قد تبدو غريبة عليك، لكن إزاي إنك أنت ما تفهمها على حقيقتها is not as bad as you think، يعني ليها بعد تاني جايز أنت مش فاهمه. يعني كمان احنا بنشوف هنا جنسيات مختلفة، في بيض في سود في هنود في صينيين في عرب في من كل أنحاء العالم، فلازم احنا نتقبل هذا المجتمع لأنه كمان متقبلنا. يعني عايز أقول أنه هنا طبعا أمريكا مالتي كولتشر، فيها التشاينيز فيها الايجن فيها السود فيها البيض فيها كل حد. احنا طبعا المسيح للكل، وما يصحش أن احنا نحس ان المسيح هو بتاع الاقباط مصر بس، لان طبعا ده تفكير غلط، بالذات ان في من ولادنا بيتجوزوا من الجنسيات دي. يعني احنا بنعمد ناس اسيويين كانوا اصلا بوذيين وقبلوا المسيح وجم، ناس فيتناميين، ناس تشاينيز، ناس امريكانز، whatever. فاللي بيجي ده مفروض احنا حتى في الكنيسة نقبله، ودي مشكلة عايز انبه عليها، لانه احيانا احنا تصرفاتنا هنا بتبقى واضحة قوي ان احنا مش قابلين الشخص بيخلي الناس ينفر من الكنيسة، نبص لهم بصات غريبة. دي نقطة عايز اقولها، ان في الكالتشر الامريكان هنا مفيش حد يبص لحد يقول لك don't stare، يعني ما تقعدش تبحلق
لكل واحد بيعمل ايه، لان ممكن تبحلق في واحد يتخانق معاك انك بتبص لي بتاع ايه، انت عايز مني حاجه، executive business. وممكن ده مش يا انت يعني انت مالك بتبص لي ليه. طبعا احيانا لما بنعمل الحاجات دي، لان احنا واخدين في مصر ان احنا طبعا لازم نبحلق على كل حاجه ونحشر مناخيرنا في كل حاجه، طبعا لما بنيجي هنا الوضع مختلف. حتى وانت راكب المترو مثلا القطر، كل واحد له خصوصيته الخاصه. انا شخصيا انا لابس كاهن كده، عمر ما حد بيبص لي او يبحلق فيا زي ما بيتبحلق فيا في مصر اكشن لما بنزل في الشارع. ولكن يعني احيانا بسؤال مؤدب واحد يجي يقول لي ممكن اسالك انت يعني لابس كده ليه، انت حضرتك قسيس او مثلا رباعي، واقول له. وبعد ما جاوب على السؤال ده، لسه حصل لي من يومين على فكره، يفضل الراجل يعتذر يقول لي ارجو ان انا ما اكونش اذيت مشاعرك ان انا بسالك، ارجو ما تكونش ده. اقول له ابدا اطلاقا، ده سؤال عادي وناس كتير بتسالهوني، لان طبعا مش معتادين يشوفوا واحد لابس جلابيه وماشي في الشارع يعني. فاقول له لا ده موضوع عادي بسيط خالص. لكن حتى لو حد عايز عايز يسأل يقول لي انا بس جات لي رابعه، احيانا واحد يسألني يقول لي انت قسيس ارثوذكسي بس انا مش عارف انت من انه طايف، فممكن اعرف انت من انه طايف اوف ارثوذكس، وبعد كده يفضل يعتذر يقول لي ما متاسف، ارجو انك ما تكونش اتضايقت. لكن ديفنتلي هنا في خصوصيات للناس، محدش بيمشي يتدخل في البيزنس بتاع اي حد تاني او يسأل اسئله. يعني هنا السؤال اللي انت ما تسالوش ابدا لواحد تقول له انت ديانتك ايه؟ يعني ده تتحاسب عليها. احيانا حتى لو هو مسيحي ممكن يقول لك دي مش شغلك، دي حاجه بيني وبين ربنا، انا مش لازم اقول لك انا ايه او انا بعمل ايه.